بسم الله الرحمن الرحيم ابنائي وبناتي طلاب الصف الثاني الثانوي احنا النهاردة هنراجع مع بعض إيه النحو وطبعا برضو احب ان انا افكركم بالقديم لان القديم ده ممكن يكون بيعملكم مشكلة شوي احنا لو بصينا على القطعة اللي قدامنا عليكم أيها الشباب دور عظيم احنا عايزين نعرف كلمة دور طبعا لو بصينا للاسلوب اللي موجود قدامنا تمام بنلاقي ان ده اسلوب يعني جم... يعني اسلوب هو عليكم آ... ايها الشباب دور عظيم بلاقي ده في اسلوب ايه اختصاص قلنا لو لقينا في الاول جر ومجرور يبقى الكلمه اللي هي دور دي تعرف ايه مبتدا ايه مبتدا مؤخر مرفوع وعلامه رفعه الضم الكلمه اللي بعدها فنجاح مصر را قائم على اكتاف شبابها الفاطن عقله بلاقي ان كلمه نجاح الفاء دي طبعا بقول عليها استئنافيه يعني ببدا بيها كلام جديد لان نجاح مش معطوف على اللي قبلها يبقى ترى شباب طبعا زي ما قلت مبتدا ونعم عملا الخروج من تلك المحنه قلنا نعمه وبئس لو بعدها اسم نكره منصوب بأيه ايه؟ بالظبط كده تمييز من تلك المحنه تلك اسم اشاره بعد منه كلمه فاء الف فلان الكلمه دي ايه؟ بادل طب طبعا هنا هيبقى بدل ايه؟ مجرور. ده بالنسبه لموضوع الإيه؟ الاعراب الكلمات. طيب هنيجي آه للاستخراجات. آه بيقول لك استخرج من القطع اسم فاعل واعرب معموله. اسم فاعل يعني كلمه على وزن فاعل او كلمه بدأت بمين مضمومه مع كسر ما قبل الاخر. بلاقي هنا اسم الفاعل في القطعه ايه؟ مثمرة ها نتائجه ده اسم الفعل اللي موجود معانا طيب نعرف كلمة نتائجه ايه هات الفعل بتاع مثمرة تثمر من اللي بتثمر نتائجه تبقى ايه فعل اسم مفعول واعرب معموله كلمة على وزن مفعول او كلمة بدأ من مضمومة مع فتح ما قبل الاخر عندنا طبعا اسم المفعول كلمة ايه مرجوة وبعدها المعمول كلمة آثار. طيب الإعراب بتاعه طبعًا ببناء فعل إحنا عارفين. واذكر فعله مضبوطًا بالشكل طبعًا ديت المشكلة بتاعة الطالب. مرجوة يبقى لازم تجيبوا فعل مبني المجهول. يبقى هنا إيه؟ روجيت. تمام؟ لأن مرجوة ما قلتش مرجو قلت مرجوة. صيغة مبالغة وأعرب معمولها عندنا كلمة إيه مشهورة طبعًا كلمة الفاطم. طيب المعمول كلمة ايه؟ عقله. أما نيجي نعرف بقى كلمة عقله ديت نقول عليها ايه؟ ما معمول صيغ المبالغة زي معمول اسم الفاعل تبقى ايه؟ فاعل. مصدرًا لفعل رباعي. مصدرًا لفعل رباعي. دور على كلمة بدأ بهمزة من ايه؟, إيه مكسورة. يعني ايه دي اللي بتجي كتير. بتبقى كلمة على وزن انفعال. فهلاقي الكلمة اللي عندي اللي هي كلمة ايه؟ كلمه اخراج كلمه ايه اخراج اخراج على وزن ايه على وزن افعال طب فعلها ايه اخرج طيب نبدا نكمل تاني آه مصدرا لفعل خماسي ده يبدا يبقى الف وصل بتاء ايه بتاء زائده إيه مين يطلع عندنا تاء زائده إيه لا كلمه التقد الف وصل كلمه الازدهار مصدرا لفعل سداسي واذكر وزنه غالبا بيبدا بايه بيست. او لو جت بقى كلمه زي كلمه اطمئنان ولا حاجه عندنا كلمه الاستقرار مصدرا صناعيا مصدرا صناعيا زي كلمه الحريه الديمقراطيه يعني ياء مشدده وتاء مربوطه فبلاقي ايه كلمه ديمقراطي مصدرا آه طبعا آه ميميا يبقى ايه مفعل ميميا يعني لازم يبدا بميم زي كلمه مثلا مسعى موجوده عندنا هي مسعاهم حميد فعلا مضارعا منصوبا الا كي حتى لام التعليل فاء السببيه لام الجحود آه بنلاقي إيه عندنا حتى تجتاز يبقى ايه ادي ايه تجتاز عندنا اسلوب تعجب بين اجزائه طبعا في صيغتين قياسيتين ايه هما الصيغتين دول ما افعله وافعل به مم. نبص كده يا جماعه القطعه قدامنا فين اسلوب التعجب اه واكرم بشباب يحمي بلده يبقى اكرم بشباب طيب هو عايز ايه تاني الاجزاء الاجزاء عندي اكرم ده فعل التعجب والباء حرف جر زائد والشباب ده المتعجب منه متعجب منه دي اجزاء ما كلمناش في الاعراب اسلوب اختصاص باين من اول عليكم ايها الشباب دور عظيم بلاقي كلمه ايه ايها هو عايز ايه المختص ايو هتقول عليها ايه؟ اسم مبني على الضم في محل نصب مفعول به لفعل محذوف وجوبًا تقديره اخص باجي بعد كده بيطلب مني طبعًا اسمنا أنا في الجنس مش معانا أه ترتقي بلادنا سلم الازدهار اجعل الفعل وجب التوكيد بالنون والله لترتقين بلادنا سلم الازدهار يسمو المؤمن بأخلاقه ينال رضا الله ارب يعني اربط بين الجملتين بأداة شرط مناسبة ممكن تستخدم متى بتمشي مع جمل كتير أو في هنا إن إن يسمو بس بتعزف حرف العلة ينال برضو بتعزف حرف العلة منعا من التقاء ساكنين يعملون بجد يحققون أهدافهم يبقى من يعمل بجد يحقق أهدافهم حبذا من يسعى لحريته، ده في فرق يا شباب بين المخصوص وبين المختص. مخصوص يعني مخصوص بالمدح او بالذم، اما المختص طبعا عارفين اسلوب الاختصاص واخدينه مع بعض. حبذا من ده المخصوص، ده اسم موصول مبني في محل رفع مبتدأ مؤخر او خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو. المصدر الميمي من وعدة وحبة آه وصر ونفع ودخل والتقى وعد يبقى موعد آه محبة مسرة منفعة مدخل ملتقى ما أشد ما أشد احتياج عايزين نعرف كلمة احتياج ده آه المتعجب منه مفعول به نحن الشباب أشد احتياجا أشد على وزن أنفع لبادية إيه تمييز ما اكثر هذه الموارد طبعا ده بدل ما اعظم الشباب اعظم بالشباب الشباب اعظم قوه آه طبعا احنا هنا بنطلب الاعراب عشان نفرق ما اعظم فعل ماض مبني على الفتح اعظم فعل ماض مبني جاء على صوره الامر وهنا عايز اقول لك على حاجه هنا انا قلت عليه فعل ماض لان في فاعل جاي بعد من وقلت جاء على صورة الامر عشان السكون اللي موجود. فيبقى هنا هو يعني ايه؟ آه جمع بين دول. الشباب الشباب اعظم ده اسم تفضيل عادي في رب العسل ما قول فجبنا خبر. ما اعظم طلاب العلم طبعا مفعول به. نحن طلاب مفعول به برده بس ده ما ايه؟ مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره اخص. صوب الخطا علينا المصريون ان نحافظ على وطننا يبقى علينا المصريين علينا بنو البشر يبقى علينا بني البشر لا دارسوا دي مش معانا ما اعظم دارسوا يبقى ما اعظم دارسي الادب اقبلنا على العلم خلل القليل اللي بعد خلا انت لك في في رفع حاجتين عايز تقربها اسم مجرور وتبقى خلى حرف جر ماشي اعتبرتها فاعل وديت مفعول به مفيش مشكله انما صحته ما كف ومكفوف يبقى ايه مبتدأ ما خلى القليله طبعا ما خلى ما عدا اللي بعدها ايه مفعول به يا بني اقم الصلاه ده منادى منصوب عادي بنو مصر اجعلها مختصا في جمله يبقى انا أقول ايه؟ نحن بني مصر املها في الرقي والتقدم. احسنوا استخدام مياه النيل تحققه، طبعا ده مجزوم في جواب الطلب. ما كنا لنغلق باب من ابواب الحريه، طبعا ديت ايه؟ لام الجحود مسبوقه بكون عم منفي دافع من منصوبه عادي. ما اعظم امن مفعول بها عادي اعظم بامن مصر كلمة أمن فاعل مجرور آه يعني لفظا مرفوع محل آه عايزين يقرأ آه جائز التوكيد مرة وواجب التوكيد مرة آه لو أنت عايز واجب والله لا يقرأ أن الطالب درسه بعناية عايز جائز التوكيد هتستفهم وراح نفسك هل يقرأ وكمل جملتك عادي الإنسانية تسعى للسلام ده مصدر صناعي المبادئ الإنسانية كلمة الإنسانية ليست مصدرا صناعيا وإنما تع... يعني, يعني تعمل معاملة الاسم المنسوب الديمقراطية هي اللي مصدر صناعي أما الديمقراطية الثانية نعت فتعامل معاملة الاسم المنسوب فبالتالي ليست مصدرا صناعي ما أروع أن ينتصر الجيش المتعجب منه اللي هو المصدر المؤول ان ينتصر في الاولى احسن بأن يخضر الزرع برضو المصدر المؤول خضر اصبح لا يخون يوهان ضربنا عليها قبل كده وعارفينها مات فني هلك عاش غارقة حرقة ليه لا يتعجب منها لانها فعل غير قابلة للتفاوت التفاوت يعني الزيادة والإيه والنقص لا مزية للتع... يعني للتعجب منه نعم بئس عسى ليس افعال جمد نحن الامهات صانعات الاجيال طبعا ده خبر عادي لان الامهات مختص لا تنهى عن خلق وتاتي مثله طبعا بعد لا دي هي يبقى ده فعل مضارع مجزوم وعلامه الجزم حذف حرف العله لا يقصر المجتهد دي لا نافيه فاللي بعدها مرفوع عادي محمد مجد لا علي دي عاطفه فبالتالي معطوف مرفوع لا كَانَ لامه دي لا نافية للجنس طبعا مش مقرر علينا أه نكمل مع بعض تاني اقبح بكل جزع قلبه آه كلمة قلبه جزع صيغة مبالغة على وزن فاعل يبقى قلبه ديت إيه؟ آه يجزع قلبه يبقى فاعل نوع المصدر إصرار تعليم معاونة دفاع إقامة تنمية نيجي إصرار إفعال يبقى مصدر فعل رباعي تعليم تفعيل رباعي معاونة مفاعلة رباعي دفاع فعال دافع مدافعة أو دفاع رباعي. إقامة أقام أقامة إقامة رباعي تنمية فعلا نم رباعي غطرسة فعلا غطرسة غطرسة ودي غطرسة غطرسة ها يبقى كلمة غطرسة فعلا غطرسة رباعي ازدهار بدأ بيعرف وصف يبقى ازدهر خماسي تعاون 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 خماسي تقدم خماسي اتحاد خماسي تواصل خماسي اطمئنان استخراج دول سداسي وركز على اطمئنان اشمئزاز تبقى غريبة على شوية على طيب. عليكم ألا تبخلوا بجهدكم على وطنكم تبخلوا فعل المضارع منصوب جاءت ألا يبقى المضارع اللي بعدها منصوب وعلامة النصب ايه حذف النوم إلا تتحدوا تندموا يبقى دي إن الشرطية ومضغمة في لا يبقى اللي بعدها مجزوم لأنه فعل الشرط يبقى خد بالك ما بعد الا لو فعل مضارع يبقى منصوب لو بعد الا يبقى مجزوم ايانا تقرأوا الصحف تشعروا عايزين نعرف كلمة تقرأوا برضو فعل مضارع فعل الشرط مجزوم علامة الجزم حذف النون تشعروا في المضارع جواب الشرط مجزوم علامة الجزمية حذف النون اي انسان تحترمه يقدرك طبعا دي برضو من ادوات الشرط اي وقلنا بيجي بعدها اسم الاسم ده بيبقى مضاف اليه المصدر الصناعي من الاتكال الاتكالي. يفوز بالثمار من يسعى بجد واجتهاد ودأب، هنقول ايه؟ نبدأ ب... نخلي من مندية بدل ما موصولة، نخليها شرطية، نقول من يسعى ونحذف حرف العلة بجد واجتهاد ودأب يفوز بالثمار. تعجب من شدة إيمان العرب بضرورة الوحدة العربية، أقول دلوقتي يعني من شدة، أنت هتتعجب من شدة إيمان، يبقى هنا ما أجمل إيمان العربي بضرورة الوحدة العربية. ولو عايز تقول ما أجمل شدة إيمان العربي بضرورة الوحدة العربية ده أدق. نيجي للكشف في المعجم أغلى بجيرانها تغلو الديارة. الديار الديار وترخص غلوة. محتاج حوج قانون قنن سياسة سوسة رياضة روضة ثقة وثقة رخاء رخوة صفة وصف لغات لغوة لأن بقول لغوي ما يعني سمة وسمة نحن شباب نبني حضارة نحن الشباب نبني الحضارة خد بالك دي بتيجي في امتحانات كتير يبقى عندي كلمة ايه كلمة آآ شباب آآ خبر والتانية بقى ده مختص وده طبعا بيبقى ايه منصوب لو جينا نعرفه هنقول مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره اخص ده بالنسبة لي حبيت إن أنا أقلب معاكم في القديم عشان لو جات حاجة كده يعني نادرا ما هتيجي إن شاء الله يعني بس برضو حبيت اجمع بين الاثنين عشان ما يبقاش عندكم مشكله في اي حاجه ان شاء الله ده طبعا بالنسبه لمراجعه الايه مراجعه الـ ليله الامتحان في النحو للصف الثاني الثاني حابب برضو يا شباب ان انا اتكلم معاكم دلوقتي على سؤال البلاغه ويا ريت تسمعوني كويس وتركزوا في اللي انا هقوله طبعا سؤال البلاغه ممكن يجي على هيئه مثلا بيت واحد من الشعر ويسالك عليه او ثلاث ابيات ويسالك عليهم. عايزك تركز في حاجه. لازم تبقى انت عارف يعني مثلا لو انت عايز هيسالك مثلا ما نوع الاسلوب الذي استخدمه الشاعر في الابيات او ايه نوع الاسلوب الموجود في الابيات. الأسلوب يا إما أسلوب خبري يا إما أسلوب إيه؟ يا إما أسلوب إنشائي. طب نفترض إنه هو جمع بين الاثنين. الأسلوب الخبري بيبقى تقريري للحقائق في الغالب. ونخرج إلى أغراض أخرى يعني مثلا لو لما بتتكلم عن مصر وعظمة مصر وحب مصر ممكن نقول إن هنا الغرض الخبري اللي هو الإيه؟ الإعجاب والتعظيم. يعني ممكن ناخد بالنا من الايه من الحته دي. آه لو هو الابيات مثلا عن الربيع او فصل الربيع وبيوصف جمال الربيع ممكن يبقى الغرض الوصف. طيب ده بالنسبه للاسلوب الخبر الاسلوب الانشائي هيقول لك طيب هو استخدم الاسلوب الانشائي ليه؟ او لماذا اثار الشاعر الاسلوب الانشائي. طبعا ده ل آه نقدر نقول لفت الانتباه واثاره الانتباه واثاره الذهن ومن اجل ان يعمل ان يعمل المتلقي عقله ده بالنسبه للاسلوب الانشائي بيبقى فيه إثار. اثاره اثاره انفعال طيب بالنسبه لو هو ساعات يقول لك ايه الاسلوب الغالب يعني هنا بقى لازم ايه تفرق عشان تشوف ايه الغالب هل هو الغالب الخبري ولا الغالب الانشائي. آه طب لو قال لك هو ليه نوع بين الاثنين؟ او ليه هو مزج بين الاثنين؟ هتقول والله الاسلوب هنا هتقول مثلا آه لاعطاء حيويه آه في الاداء ودفع الملل عن المتلقي او القارئ. ده بالنسبه للايه؟ للاسلوب. طيب نيجي للاساليب الانشائيه. انا عندي الاسلوب الانشائي في طلبي وفي غير طلبي الطلبي امر نهي نداء استفهام تمنن الغير طلبي قسم تعجب آآ رجاء كم الخبري وفي اسلوب خبري لفظا انشائي معنى جزاك الله خيرا يبقى ده اسلوب خبري لفظا انشائي معنا غلط الايه يا شباب الدعاء طيب ده بالنسبه للايه ليه اللي عندكم في الترم الثاني اللي هو الاسلوب الايه؟ الخبري والاسلوب الانشائي. في حاجه تانية عشان اطمنكم. طبعا كله بيتابع اسئله البلاغه اللي موجوده في الكتب اللي بين ايديه وبيحاول يحل فيها او القطع اللي موجوده فطبعا بيقول لك لا ده فيها اغراض كثيره جدا الاساليب الانشائيه واعمل ايه وبتاع والدنيا هتبقى صعبه عليا بص يا حبيبي ركز ركز فين غالب اغراض الاساليب الانشائيه اللي موجوده في الكتاب المدرسي رجع وشوف الاغراض دي وركز فيها غالبا هيقيس ايه عليها وخليك في الاغراض الشائعه يعني في الامر مثلا يبقى النصح والايه والارشاد آه ممكن يكون لو الامر مثلا من الادنى منزل الاعلى منزل هو الله والله عز وجل يبقى الايه يبقى الدعاء لو الامر منك أو من الأعلى منزلة للأقل منزلة من البشر يبقى يعني إيه؟ فيه نص هو وإرشاد، وخصوصًا إذا كان في إيه؟ إشفاق. فأنت ركز في الأغراض الإيه؟ المشهورة والأساسية، وما تشتتش نفسك وتخوف نفسك. وطبعًا أتمنى لكم كل توفيق. سعدنا بكم ونتمنى أن نكون قد أسعدناكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.